معركة رودوس. عندما نقلب صفحات التاريخ العثماني نجد الكثير من المعارك والبطولات التي أدت إلى رفع راية التوحيد ونشر دين الإسلام. وربما يكون فتح جزيرة رودوس في عهد السلطان سليمان القانوني من المعارك المهمة التي أدت لاحقاً لبسط نفوذ الدولة العثمانية على البحار. كانت رودوس الحصن المنيع لفرسان القديس يوحنا، وهم الفرسان الذين تم طردهم من بلاد الشام وكانوا تحت سلطة البابا في روما، وقد عرفوا بالعصبية الشديدة والكراهية للمسلمين، وكان شغلهم الشاغل الإغارة على سفن المسلمين المتوجهة للحجاز، فيقتلون الرجال ويأسرون الأطفال والنساء وينهبون أموال المسلمين، مستغلين حصونهم المنيعة في الجزيرة مطمئنين لكون المسلمين لن يصلوا إليها. وأزعج ذلك السلطان سليمان القانوني وأقسم أن يفتح جزيرة رودوس ويطرد فرسان القديس يوحنا منها. في 26 من يونيو عام 1522 هجري انطلقت الحملة الكبيرة التي أعدها السلطان سليمان لفتح جزيرة رودوس. وعندما علم قائد الجزيرة بإصرار السلطان العثماني على فتح الجزيرة أرسل له وعرض عليه دفع الجزية، إلا أن سليمان رفض وأصر على مواصلة الحملة التي كانت في بداية الأمر بقيادة جوبان مصطفى باشا، وهو أحد الوزراء المهمين في تلك الفترة، وضرب حصارا قويا عليها، وبدأت المدافع العثمانية من البحر والبر تقصف حصون القلعة المنيعة ليل نهار. لكن دون إحراز تقدم يذكر، وذلك بسبب قوة أسوار القلعة. تحرك السلطان سليمان من اسطنبول لقيادة الحملة بنفسه، واستمر الحصار لأكثر من 6 شهور. ورغم انقلاب الأجواء واشتداد الشتاء أصر سليمان على عدم العودة عن الجزيرة إلا عندما يدخلها فاتحا، وتقول المصادر التاريخية أن أكثر من 220 ألف قذيفة انطلقت من المدافع العثمانية إلى أسوار القلعة. في 13 من صفر عام 1029 هجري، الواحد من يناير من عام 1523 ميلادي، أعلنت قلعة رودوس استسلامها للفاتح العظيم سليمان القانوني، ودخلها السلطان مع جنده بكل مهابة وفخر، وأمن أهلها على دينهم وكنائسهم وأموالهم، وأعطى 12 يوما لفرسان القديس يوحنا لمغادرة الجزيرة. اهتز العالم المسيحي في أوروبا من هذا الفتح الكبير، واعتبرت روما قاعدة العرش النصراني في ذلك الوقت أن هذه الهزيمة بداية خطيرة لتوغل العثمانيين في أوروبا. بعد هذا الفتح خرج فرسان قديس يوحنا منكسين الرؤوس مذلولين، واتجهوا إلى مالطا. أمر السلطان بعد تطهيرها من الأعداء جيشه بناء حصن عظيم في جزيرة رودوس، وأبقى فيها حامية عثمانية لتتولى مهمة الدفاع عن الجزيرة.
كانت معركة فتح رودس تجربة بحرية جديدة في الحروب الإسلامية مع أوروبا، وعزز من قوة وسلطان الدولة العثمانية في المنطقة، وفرضوا سيطرتهم على البحر المتوسط. سليمان القانوني الذي استهل عهده بهذا الفتح الهام انطلق بعدها إلى أوروبا وانتصر في بلغراد وحرر المجر وحاصر فيينا وفرض سيطرته على أوروبا. هذا القائد قضى أكثر من عقد من الزمان محاربا في سبيل الله خارج قصره، يقود الجيوش في معارك ضارية، وكان عابدا صالحا مجاهدا في سبيل الله.